مرحبا، فهذا الفيديو ستشهد نظرة عامة على التراء إلف القديمة لمصر القديمة. إنها مقدمة ستسمح لك بفهم مقاطع الفيديو التالية لحقا. ألين تشكلها بمزيد من التفصيل رت ولن تم فيها تطوير لرسة الأول والثانية من الفراعنة رت. أتعرفت إلفت القديمة لمرس أيضا باسم رن فتتينية أو ترات فتة لرسات المبكرة، وتغ من عام 3150 قبل الميلدي إلى عام 2890 قبل الميلدي. هو بلتا فتراء فتة تاريخية تمثل بداية تاريخ أونالس الحاكمة فمرس القديمة. فذلك الوقت كانت عاصمة المرتطورية المرسية تقع في مدينة تينيس أو تيس، حيث كانت تمارس الحكومة من خلال سلطة ملكية قوية، ولن تم تطويرها من قبل رت سلالة ياء فقط من الملوك، وتسم هذه المجموعة من الملوك بأرساء آل ولي ولي الثانية نقطة، حيث يعترتونها آل الفراعنة آل وائلي هم وحد مرسي كدعونا نتحدث قليال عن خصائص هذا النظام المل وتوسعه. نحن في بداية هذه ألف تلفت وبدأنا بالفعل رأى فإلقاء نظرة على نظام معقد وفعال لتنظيم الدولة، فمركزه ملكية قوية بقدر ما مقبولة وتدور حولها الحياة السياسية والروحية، أصبحت ثابتة تقريبا طوال تاريخ وتطور مرس القديمة ري. فوئام تم وال نحن موجودون يا فوقت يبدو فيه أن العاصمة المرتطورية القديمة لصعيد مرس ننتج تم هيركيم بوليز فاء اليونانية نقطة نقله إلى مدينة ممفيس. كانت ممفيس تقع بالقرب من المكان الذي يمد فيه نهر النيل ذرعه لتشكيل دلتا النهر تدمجه مع البحر الأبيض المتوسط رتل وبالتا، فهو جيب ذو خصائص تيجية جيوست وجيواقتصادية ذات صلة، حيث لم يكن للفرعون فعليا إلى قام فحسب بل رأس على السيطرة تن ألبا. ويجب أن يضاف إلى هذا القرار حقيقة أن النظام المل كان يتمتع بطابع عسكري بارز، كونه الفرعون شخصيا أو أكت مندوبيه رارسين المبا الذين كانوا مسؤولياء عن إبعاد الشعوب البدوية والسيطرة عليها بترويقة ما على الحدود، مع إيال اهتمام خاص لليبي ياء على الجبهة الإغربية، مع ضمان للسيطرة على المناجم وألي حجار ألي كريمهن على رش ألي جبهة ياء الجنوبية القيت والن. تقدمت مرس نحو السادي ألول واستوعبت رت مدين إلفانتياء وسينا أسوان الحالية، وهما نقطتان أتيجيتان راء إست للتوسع فيه. نقطة النوبة نقطة من التنمية الزراعية القليلة، ولكن مع التعدين المهم والمراكز التجارية من الفرعون الثاني أها هناك أدلة على البعثات الاستكشافية إلى النوبة نقطة. أما بالنسبة للشعوب البدوية فمن المعروف أن أها تلقر الجزية من الليبي ياء، وأن خليفته دائر قام بحمالة إلى البحر الحمر نقطة، وارتبطت هذه الحمالة عموما بحيازة استغلال لمناجم المنطقة نقطة. هناك أيضا حمالة ياء فزمن أعادنا سيناء للسيطرة على آل الغامي وضد الليبية دولة قوية بشكل أيد رشي متى، مع تطلعات توسعية واضحة رغم سياسة ثقافية تقوم على التوحيد بياء صعيد مرس نقطة. من أين جاء نقطة الفراعنة ومرس السفلي روى لجعل يتيجية استأل الاستيعاب هذه بياء الإقليم يا ممكنة، تم تنفيذ سلسلة من التدابت من بينها ما يمكننا تسليط الضوء عليه اعتماد الفرعوني للرموز التمثيلية للشمال والجنوب، كما هو الحال بالنسبة للتاج الحمر لمرس السفلي والتاج البيض لصعيد نقطة. مرس احتفالة مجازية ورمزية بالتوحيد تشهد عليها فعهد آها يلفرعون وأفراد نبالئ القالم ذات اهتمام، كما هو الحال سياسة تحالفات الزواج من خلال الزيجات المختلطة بفمدينة تسايس الذين يطلق عليهم اسم أللهة أو أللهة، مما يليقي ياء للعالقة القوية سين باء ياء للمجال لسيا والدي وبالمثل تمت بياء لنبلئي كوسيلة لضمان للتضمون إجراء الزواج لمخة للطا بياء النخب المتعلقة بقوة الفرعون. تم تشكيل جبهة أخرى من خلال بناء المعابد لإعادة إنتاج ليس فقط الإشكال المعمارية ولكن النظام فمرس السفلي وبالتا نقطة الكامل للطقوس وإدارة من قبل نخبة كهنوتية مرتبطة بالفرعون. استيعاب الأساليب المعمارية من الشمال والجنوب وخاصة في المقابر الملكية نقطة، وكانت هذه تقع في كل من أبيدوس صعيد النقطة مرس وسقارت مرس السفلي، وهكذا ستصبح نفس آل اللهة ونفس المعابد ونفس النخب ونفس النظام الكهنوني ونفس الطقوس ونفس الإشكال ونفس رئيفة كالر الخلفيات ركائز واض كإقليم ياء. سأما بالنسبة للقصاد والمجتمع
فمن الجدير بالذكر أن الاقتصاد المراسي يرتبط ارتباطا وثيقا بالجهاز السياع الذي ترعاه دولة قوية وموحدة من خلال الوصول إلى الموارد لزيادة العائد الزراعي شجع الفراعنة أعمال القنوات للري. وبلاد اقتصادية ناشئة عن جمع الفوائد تحصل عليها المحاصيل رة في اقتصاد كان فيها قطاع لزراعة وتوالتي الحيوانية مولد نقطة رئيسية يرافق نموها تدريجي تجارتي. بحث عن في إدي رأس المال للناتجة عن نفس لنمو وكانت ظروف الحروبية الهليت الناجمة عن تدربية لمصالح تختمرة. فإي الفقاء ليشهد علم إي الثار علي بناء منفيس ألح عام 2900 قبل الميلد رص وبالة فإن التنمية يتن ألح تتفق مع التنمية الزراعية مما تسبب في زيادة الوصول إلى المنتجات الغذائية وما تبرى إي تعل ذلك من نمو سكانك. بالإضافة إلى ذلك كانت مدينة سقارت بالقرب من منفيس واحدة من المراكز الرئيسية للدفن. المول رأس طاحن النوبة ونحو ما يسم بألد الشام أقص قارة نمت التجارة تدريجيا وكان لها تياران رئيسيان النيل رشي لآل الساحل للبحر الأبيض المتوسط والذي يضم السائل الحالية والأردن ولبنان وسوريا دنقطة ولراء الفلسطينية. وفيما يتعلق بالتجارة مع النوبة كانت ياء علن الحدود اللون يمنع المالحة إلى ما وراء الفنتفاء الغالب رضية أن سقوط المتة نقطة مع النوبة هو لإفوت من ناحية أخرى كانت التجارة معه. الرأي للخشبي المصدري بهذا المع من نهاية ترائيف القديمة تم العثور على بقايا من الفخار تظهر السفن مع المجاديف. من هذا يمكن أن نستنتج أنه في هذا الوقت كانت هناك ثورة تكنولوجية وكذلك زيادة في التجارة. والفقد ضمن التوسع العسكري تعدين الحجري والذهب رش أما بالنسبة للنوبة والجبهة الجنوبية قية. ومن ناحية أخرى عملت التجارة الدولية على تلبية الطلب أيد راء ألمت على السلع الفاخرة بما فذلك المعادن والحجار الكريمة النقطة بالإضافة إلى الخشب والحجر والمعادن لنتاج لرة ونزهة بالإضافة إلى ذلك الإسباب اجتماعية لدة العقليات وتقوس العبدة الجنائزية موالت بكنعكس لتسلسل سالها راليسيا أو الاقتصادي كدليل على الوة طالب محلية كب تستفدت منها صناعة مكرست لبناء الشياء الجنائزية والتماثيل الملكية والن تم ضمانها من خلال الوجود العسكري رت وجميع أنواع الثاري. فالمناطق الإنتاجية أما بالنسبة لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان فقد جاء إنتاج الغذاء ضعل فشكل إيبوس الجهاز السيا وتخزينها فما الريفي ياء يسم بالصوامع الملكية وتم توزيعها الحقا على السكان غتاء ياء بطريقة خاصة لعمل الخشب والمعادن نقطة كان بقية السكان هم القطاع ياء مكرسة في هذا القطاع بدأ تشكيل الحرفية المخصص للتجارة النهرية والدولية والذي كان يتكون إلى حد كبة من الجهاز السيا والجيش وألب تقراطية وبالطبع نقطة المقرب ياء من الفرعون فيما يتعلق بالدين. فهذا الوقت بدأت الألهة المحلية للمدن والمراكز الدينية تأخذ أهمية وطنية وغالبا من خلال ما يسمى نقطة توفيقية أو استيعاب الألهة والعبادات من أصول مختلفة واحدة منهأكة الحالة ذات الصلة حالة أو ريس وهو إله ماترة مرتبطة بالخصوبة والاتجارة وأسس بالحياة آلخرة. فنقطة ألصال من مدينة بوس تيس لمرسيتنا الأسفل الذي تم استيعابها مع إله من خصائص مماثلة لمدينة أبيدوس مرس العليا لمدينة رتي لعزة سلطتها كمركز ديو جنائز من خالدي أنا تصبح المكان الذي دفن فيه الفراعنة كانت بنفس القدر من تأي ألهمية حقيقة تب أوزوريس وابنه حورس ضمن رمزية الملوكة. ربما يا أوزوريس وحورس ضد سيث فهذا الوقت بدأت أسطورة الحروب بفالتبلور على الرغم من أن صياغتها النهائية فاء نقطة وقت الحق ففكرة عن النسجام والوفاق يا أن كل ما قيل حت آلنا من شأنه أن يعفح في هذا الوقت من الممكن ملحظة مؤرسات الرصعات الداخلية اليبدو أنها ترتبط بطريقة معينة مع معارضة مرس السفل للمركزية رت التدعو إليها ملكية صعيد مرس رت. بدأت هذه العالمات واضحة في عهد أديب الذي كان عليه على ما يبدو مواجهة التمردات فمرس السفل على الرغم من نقطة بعض عالمات التقارب مثل زواجه من منفيسة نقطة وينظر إلى الخليفة هسام الجيت على أنه مغتصب وقد دفن هذان الفراعنان بالإضافة إلى ثالث يدعو قاعو مثل أسالفهما في مدينة أبيدوس فصعيد مرس نقطة وقد أضيف إلى ذلك وبالة يرتبط بالتاج البيض لاستخدام سلسلة من الرموز من قبل الفراعنة مثل إلولها ورس نقطة ابن أوريس فصعيد مرس واون قضية حساسة للغيت بلا نسبة للسكهان غين تاء هاء بدلا منال التاج المزدوجة المشمول يا
المؤ قد درس كل هذا يدل على ميل الفراعنة نحو صعيد مرس وعملية فتنة من جانب الطبقة السفلى نقطة على الرغم من أن هذه آتم خففت نبري واوتيب سائد جموي فعهود خلفائه فقد دفنه مدافن لم تستطع منع أطرابات فمرس السفلي والخطط تيرتا الحدثت الحقا كأزال بوتيبس أقليل حورس من الرمز الملي واستبدله بألله سيثن مما يعيد إلو إلذهان أسطورة الحرب بياء الحورس وسيثرت وهذا يشت يلو أن الحرب الأهلية قد أطلقت ملحوظة كونها حربا فعهد خليفته خاسك سيم كانت ذات طابع دي أكتمن بيا كونها ضائرة بياء أتباع إله وآخر كألدي القديم للنظام تجاء التمرد لمهاجمة مدينة نجاتي المركز الملوط فكرة عن حجمه فصعيد مرس مما يعي وأخت ساد خسكرين كما يتضح من نقوش قواعد تمثال ياء حيث يتم عرض الاعداء المؤن روال يتم فيها تمثيل الفرعون رد نقطة بشكل كبة مع التاج البيض لصعيد مرس يشت كل من تغية عسمي من خسكين الذي بمعت جاز جموي يعي قوة واحدة يلي تقوت ياء والعودة إلى الرمز حورس يلك أن متمردي الشمال اتخذوا شعارهم إيلو له سيث بدال من حورس المل لمشاهدة المزيد من فيديوهات السجل تفضلوا بزيارة قناة نينرن فوصف الفيديو الفيديو التا إلرسة الأول للفراعنة المرسي يأ